فيك روحي معلقة آهن على أيام العشق في الشام آهن على خير رددناه بأيدينا على عشق على شوق يناديه شي فينا صار بيوجع والكلمة كل شي ما بيني وبينك بطل ينفع لو في محاكم للجرح رح تنحكم أعداء لو فكرك بغادرك ربح يا خسارة الأوهام انت اللي كنت تقول أهل الوفا ماتوا عم تبكي على المقتول قتلت الوفا بذاتوا اسمك مسحت وصار غبرة من الماضي حكمك صدر غدار مع رأفة القاضي اسمك مسحت وصار غبرة من الماضي حكمك صدر غدار مع رأفة كف الوجع علم مش كل ساعة جرح قلبي أنا تعلم لا رحمي من كف الزمن بركان جواتي سكن لو تدفع الدنيا التمن ما ينطفي بقلبي الحريق ساعات بصرخ بالعلم ساعات بقلبي بطعن تاري أنا بطعن أنا مثل الجرح بمشي بطريق الشاروحي وفيك روحي معلقة آهن على أيام العشق في الشام آهن على خير رددناه بأيدينا على عشق على شوق سيدي أنا مالي رفقة أنا عايش هيك لحالي بحالي هائم على وجه الطبيعة بطلع بلملم رزقي يعني أنا يعني وخبز يابس شحاطات يعني شغلات أعطيها مشان استرزق منها وآخر شي بروح عند صاحبي أبو القاس صياح أبو القاس ما عندي حدا غيره رفيق يعني ماشي مين من بيناتكم بيعرفوا لهذا أبو مزي ولاك؟ أنت من حارة الأنطرة ما هيك؟ إيه نعم سيدي وشو أخذك لحارة أبو الذهب؟ لا تجاوب بعرف لحالي لأنه قال لك الحرامي اقعد هون وراقب لي الحارة وطبعاً في إشارات بينك وبينه صح ولا لا؟ أعوذ بالله لا بيديني يا سيدي شو عم تقول أنت أنا مستحيل يعني أنا زلمة بلف بالحارات كلها منشان لملم رزقي يعني معروف كله بيعرفوني أنه أنا بلف بالحارات كلها نحن بدنا نلقط الحرامي وهو أكيد راح يحكي لنا كل شيء وإذا طلع إليك علاقة والله لخليك تتمنى لو الله ما خلقك أمرك سيدي واعملوا فيني اللي بدكم اياه عيد احترامي سيدي اعطوه غراضه لابو مزي وصرفوه حاضر سيدي لحظة وقت اللي بدنا اياك يا ابو مزي بتيجي لهون مثل سيخ النار وبتيجي مصحصح اعطي عنوانك برا بالتفصيل انقلع مشان ايش تفصيل سيدي الانسان لما بيغرق بالتفاصيل بينسى هدفه الاعلى بالحياة لك اخراس ولك
أمرك سيدي خلص. أنا عنواني بالنهار بكون بأوضتي، وبعد ما لملم رزقي بهالليل بروح مطفي لعند أبو العاص. هاي عنواني بالتفصيل الممل إذا كانت خلاصوا لك. أنتوا رح تأنسونا لبين ما نعرف مين. خدون. حاضر سيدي. تحرك تحرك تحركوا يلا تحركوا بسرعة. ولك لا تخف رجلك ولا يلا على السريع على السريع. عنكوش خليك هون. قرب. انت وين كنت امبارح المساء؟ كنت عند اثنين رفقاتي من الموقوفين هون معنا. شو كنت عم تعمل عندهم؟ رحت لحتى اقول لهم حتى يساعدوكم مشان طلقتوا هذا اللي عمل عملي بحاره الانطره. ما شاء الله عليك، قلبك علينا. لا والله يا سيدي، قلبي على حالي. من كتر ما عم خفي لعنكم خايف شو يوم اطلع مكرسح. وامتى طلعت من عندهم؟ مسويات. لوين رحت؟ على بيتي. مين هدول الاثنين؟ النداف والحصيني. هلا بدنا نسالهم. ويا ويلك اذا بيطلع كذب. عيد. حاضر سيدي. خود الحرامي وحطه بجنزاني لحاله، وجيب لي الحصيني والنداف. امرك سيدي. تحرك سيدي. ولحظه، واللي خلق الخلق واللي اسمه رب العالمين وحق الاولياء والصالحين، انا هذا الكار بطلته وما إلي علاقه باي سرقه، لا هلا ولا بعدين ولا قبل. بعدين هي حارتي سيدي، وكل العالم تعرف انا واللي حوالي ما بنعمل شيء بحارتنا. بقى والله عم تعذبوا حالكم، يعني اذا بتقتلوني من هون لبعد بكره ما عندي شيء لكم اياه. وبرجع بقلها هدول أهل حارتي وأنا مستحيل أزيون. يعني شريف وحرامي شلون هاي؟ ما زبطت معي. حرامي هي سيدنا بس على كيفك، يعني أنا ما بسرق أهل حارتي إذا بدي موت من الجوع. طيب إذا مو أنت، حسب خبرتك ومعلوماتك مين بده يكون؟ واحد مستقصدني وبيعرف إنه هاي السرقة رح توعى آخر شي براسي، بس وين بده يروح إلا ما لاقيه، وساعتها أنا اللي بدي حاسبه مو أنتو. خذوا من خلتي، خذوا وجيب لي الحصيني والنداف. تحرك تحرك يلا على السريع. دويخة، الحالة فايتة ببعضها والإثباتات ضعيفة. فوت قدامي. إيه شو صايف نخا وريف؟ يلا تحرك تحرك. وين كنتم امبارح المساء؟ سلام قولا من رب الرحيم. سيدي كم مرة قلنا لكم كنا بالبيت؟ بالبيت الله بيشهد كنا بالبيت. أنا وهالزلمة وجا لعنا العنكوش قاعدين عم نشيلها نحطها نقلبها نفتلها، بدنا نلاقينا دوباره لهذا الحرامي اللي ما كنتوا تعرفوا تلاقوه. بدنا نساعدكم. ساعدونا؟ ما شاء الله شو قلبكم حنون. وليش بقى؟ أنا بقول له خالي. أنا بقول له خالي. قول له سيدي امبارح نحن سهرانين أنا وخالي الحصيني، إجا لعنا العنكوش وقال في واحد بده يفتر علي أنا وخالي والحصيني إذا ما بلاقي الحرامي اللي عم بدور عليه. بعدين هو حمل حاله وراح، وأنا وخالي ضلينا قاعدين سهرانين. وبالعلامة ضلينا أنا وهالصبي عم نفتلى براسنا، بس ما طلع معنا مشي شهادة لله. إي والله كذب سيدي كذب. هدول مرتبينا هني والعنكوش. انتم مرتبين مع العنكوش ومتفقين شو تحكوا؟ ما الله وكيلك. لا الله وكيلك. لا يا سيدي وحياتك على الغالي هاد اللي صار. لا عيد. حاضر سيدي. خدهم من خلقتنا بسرعه. حركوا. لا طالع بطل. لا حرك. يلا يلا مو هدول الحرميه، لانه قالوا لك راح ونحن بقينا، وهن شراكة العنكوش ما بيورطوه. بعدين طبق كلامهم مع كلام العنكوش. حرامي مون هدول. سيدي أنا رح جن رح جن عن جد. شي بحير العنكوش أكل قتل كتير ولسه ما وصلنا لنتيجة. حولوه بكرة الصبح مع الضبط للمستشارية وهن يصطفلوا. حاضر. معلم يا معلم
مرحبا معلم. ليه؟ معيدك يعني بيلتقيك شي اوضه للاجار. ومنين حضرتك عمي؟ يعني بتسمع بحوران؟ حوران ايه، لكن ما بسمع بحوران، مين ما بسمع بحوران؟ ايه انا الاصل من حوران بس خلقان بالشام. اهلا وسهلا فيك عمي، اهلا وسهلا. بالمهلي. تفضل. ايه بقى الحكيم قال لي اني اجي على مكانك يشم فيه هوا نظيف، يكون فيه بحر مشان طيب. وشو مرضك؟ ليكون بيعدي. لا شو بيعدي؟ يعني هو شغله هيك من جوا، يعني له علاقه بالاعصاب. وجاي لحالك او انت واهلك؟ لك عمي انا لو كان عندي اهل كنت شفتني هيك داشر بالبراري. عمي شو وصلك لهون؟ منطقه مقطوعه. تركها لربك، البوسطه انتزعت على الطريق وتميتني عم امشي لحتى شفتك. بدك تضل كثير عندنا هون؟ والله ما بعرف، يعني على حسب ما ارتاح. المهم بلاقي عندك غرفه ولا لا؟ انا يعني بدي ادفع اجاره ما بدي اتغلظ على حدا. في عمي في، ولو كيف ما في، تكرم عيونك، مشي معي. الله يكرمك. تفضل. مثل ما عمل لك يا أختي، إذا ما كان الواحد بسبعة رواح ما بيقدر على شغلنا. بده ناس قلبه ميت وجسمه مثل الصخر. شبكي خالي؟ ما في شي خالي، عنت على بالي القهوة، قلت بعملكن دولة. إيه والله إجت بوقتها. تكرم عيونك. والله غريبة، ليش هيك؟ شو مالهم بالبيت لحتى محضرت لي إياها؟ أكيد مالهم بالبيت، كانت صاحبة العصاية. من لهوشتي نسيت اكتب له لجواد عن هذا اللي اجى على الخرابي وكان عم يحفر. يا عمي هي هي الغرفة، إذا ما عجبتك وحبيت تضل عنا كتير بلاقي لك أحسن منها. لا لا عجبتني. إيه الحمد لله. بلا صغرة ما قلت لي شو الاسم الكريم؟ عزمي. أهلين، شرفنا فيك يا خي. وأنا بالأكتر، حضرتك أبو إيش؟ أنا أبو ديب. والله والنعم. هي الغرفة إلك؟ إلك، ملك لله. طيب يعني أنا هلأ كنت عم أشوفها، عدن ما فيها مطاهر؟ كيف ما فيها مطاهر؟ هون برا على جنب وفي كباس مي على كيفك. يا سلام، معناتها ما بقى نحكي غير بإجرة المصاري. انت جربها الليلة وبكرة بنحكي أنا وياك. طيب يعني لو بدي غلبك، إش كان في أكل هيك تجيب لي إياه الله يرضى عليك، بكون ممنونك وبحاسبك فيهم.
رح جيب لك كل شي بيلزم، تكرم عينك. وآخر شغلة، أنا وجاي على الطريق، انجرح زندي جرح هيك غميق يعني، فبدي هيك شي داوي فيه، عقمه، إش كان عندك يا ريت والله. في كل شي، صحيح نحن بمنطقة مقطوعة، بس هون بالضيعة عنا كل شي، رح غيب شي نص ساعة زمان وبجيب لك اللي بدك إياه، أنت ظبط أمورك لبين ما أرجع. الله يخلي لنا عمي أبو دي. أهلين عمي عزمي. يا الله. شريف، ما في شي من قيمتك. الله يسلم الديار. شي بيضحك شي بيبكي شي كله
الله يسلم التم يا ابو حدو. جوادي الطيب، عم اكتب بسرعه وانا ميت رعبه. لا تاخذني، خالي اجى لعنا وبده يضل عنا ما بعرف لامتى. خلص شغله وعم يستنى ليجيه شغل تاني. مشان هيك عم اقول لك لبقى تهوب ناحيه الخراب بنوب، لان ما بقدر بوجود خالي اطلع فاس. بخاف يحس، والله بموتني وبموتك. انت ما بتعرفه، قاسي وشري سربيان بالبراري، بس حسك عينك يا جواد تنسى انه تمرق من قدام البيت كل يوم العصر لحتى اشوفك كل يوم. ها، والله يخليك، خليك عم تحبني، لان انا بحبك قد عيوني واكثر. الله يحميك يا رب. معك بشغلة بس ما طرتك لتروق. لا رايق، خير شو في؟ لما كنا باستقبال أم صائب شافت نادرة وعجبتها كتير وقالت تخطبها لابنها. بس على علمي إنه ابنها مسافر وعم يدرس ببلاد برا. مزبوط ابن عمي مزبوط، بس هي لقيتها حلوة وصغيرة وخافت حدا يحكي فيها وقالت إنه بس يرجع بيخطبها رسمي. هلا أنا لما بقلك النسوان بنص عقل ليش بتزعلي؟ شو نادرة كنباية ولا فستان لحتى يحجزوها؟ مو بهالمعنى، ما بدي اياها تطير من ايدها. خلص ليرجع ابنا بالسلامة بنحكي، بكل حادث حديث. في شغلة تانية بدي اقول لك اياها، طول بالك. هلا شو بدك تحييها الليلة؟ شو في؟ مشان ام مصطفى. لا تجيبي لي سيرتها بنوب، الله يرضى عليكي، شو حكيت انا؟ مزبوط حكيت، بس بدي اياك تسمعني وتفكر بكلامي. الشغلة هي ما بدها تفكير. بدها ابن عمي، والله بدها. أم مصطفى لما قلت لها وقعت على الأرض غوطنت وموتتنا رعبة. وليش لحتى تغوطين؟ هي جوازة والجواز اسمه نصيب. تقبرني، اسمعني، لو ما كانت بتحبها كتير ما كان صار معاي. يعني شو؟ مو أنت قلت إنه الولد كتير خام؟ لا مو هيك، لو أنا قلت إنه نص حمار والبهبهان بيفهم أكتر منه. مو أحسن ما يجينا واحد مقطع موصل لا منعرفه ولا بيعرفنا وما منعرف شو بده يطلع منه؟ مهلا، شو المغزى؟ هذا الولد بينام على إيدك وإيد أمل، وكم قاعدة معه بتفهمه وبتعلمه، والحمد لله آدمي وما له صحاب ولا طلعة ولا فوتة، وكيف ما بدنا منزبطه. أيوة، وأمه مين بده يزبطها؟ أمه أولتها وآخرتها ما رح تدمه. مهلا، بكرة إذا وقعت الفاس بالراس لا سمح الله رح نندم. تقبرني، هذا الشاب آدمي، وأمل ولي على أمي ما بتفتح تمها بكلمة، ولي على قامتي إذا أجاها رجال إيده طويلة. لك شو عم تحكي أنتي؟ شو رجال إيده طويلة؟ قسماً عظماً بكسر له إيده وبحمله إياها. تقبرني، لا بدنا نكسر ولا بدنا نجبه، هذا الولد بغو ومثل ما بدك بتخبزه. وأمه شو بدنا نعمل معها؟ حلفت لي 100 يمين وميت عصي إنه تحط أمل على الكتف ومصطفى على الكتف، ولي على قامتي. أمل كبرت وحابة تفرح بشي عريس، الله يجبر خاطرها وتفرح مثل كل هالصبايا. ماشي، إذا صار وتمت هالجوازة بدك تروحي لعندها كل يوم، ما بتتركيها ولا لحظة. على عيني وراسي، تأمر انت. بس برجع بالليك، انا قلبي مو مرتاح، بس كرمال خاطرك، والله كرمال خاطرك. ابو
تفضل يا خيي. اهلا وسهلا. شو شلون لقيت اللي اياها؟ ان شاء الله عجبتها. الله يكثر خيركم، والله طار عقلي فيها، يعني منه مكان بشتغل فيه ومنه مكان بنام فيه، كثير منيحه. الحمد لله. وعم يقول لك الوالد انه اذا لزمك اي شيء او بدك شيء خبرني الي اياه، قل له له. هلا ماشي حالي، بس اذا بدي شيء انا بخبرك لك، يعني والله صرت اخجل واستحي منه، يعني بكفي لبكته معي وعذبته معي كل هاي الفتره. وبعدين يعني اللي من نمرتي كثار. الله يسامحك، شو عم تحكي انت؟ بيسوى كمان تمرق لعند الشيخ صالح بتتشكره، بلاقي حلوه من منها. ايه لكن انا مو نسيانه ابدا. يلا بخاطرك اخي. ميسر الله معك، سلم لي على المختار. الله يسلمك. فريزة؟ فريزة؟ تركم إيدك وتعين لعب برجيس، مو على كيفك. والله العظيم إذا ما أجيتي رح تندم. وليه نادرة ليش هيك؟ ما شفته. أنا شفتك. أنت أمت بدك تعقلي؟ ما بدي. إن شاء الله بكرة. وليه؟ عم تتساءلي علي؟ لك شبكاً. شبكي أنت وياها بتضل صوتكم طالعة شوفي. أمي نادرة عم بتقلل أدب. بقول لها أمت بدك تعقلي، تخيلي بتقلي بكرة. مو عيب وليه؟ وين العيب أمي؟ أنت بتزعلي إذا فقتي الصبح لقيتي بنتك راكزة وعاقلة؟ لا ابدا ما بزعل. هاد اللي عم قوله امي، وعدكم ان شاء الله يوم عن يوم رح اركز واعقل. ايه ضحكوا على قله ادبها. عم نضحك على جدتك. شفتي انا جدبه، ما حدا بيزعل مني. امانه لا تزعلي مني. فرح تعي ساعديني بالمطبخ اي شيء. والله لبلبس عيونك بلبس. صباح الخير أبي. تعال نلعب برجيس أنا وياك. لك يا أبي هي لعبة نسوان. لا أعوذ بالله، رجال بيلعبوها كمان. تعال بعلمك إياها، بتروح تعمل رفقاتك بالقهوة. شو جنيتي أنت؟ عم قلك لعبة نسوان يا أبي هي. يا أبي شو بدي أعمل، ألعب لحالي يعني؟ كلهم مشغولين، أنت بس فاضي. أنا فاضي، عندي حسابات لفوق راسي يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو شايفك جايبة الأولاد معي؟ شو نحن رايحين سيران ولا رايحين بشغل؟ إلك وين بدك يانا نروح؟ بعدين أنت شو دخلك؟ خلاص يا أولاد يقبروا قلبي، أنا وين ما بروح متعودة أخذهم معي، بعدين اشتاقوا يشوفوا بيتهم. إن شاء الله ربي بيخلي لك يا هون وبيربوا بعزك ودلالك. إلك أن تاني مرة قبل ما تحكي كلامك ابقى دوزنا.
لحندوزنو ست الكل لحندوزنو. تفضلوا. شرف. شو جايبك قاعد؟ يعني لازم تلعيني واقي؟ لا مو بس يعني كأنك ناطر حدا. لا حبيبي لا، يلي ببالك مو ببالي بنوم. طيب معلش اقعد قدامك بتضايق شي عمو؟ لا جيب كرسي وعود. طيب عمو تسلم. شايفك مو رايق. منين بدي اجي الرواق؟ ناطر بركي بيطلع عزمي بيك اذا شافني بتذكر موضوعي. انو موضوع؟ لك مو على اساس بدي اجيب العنوان يعطيه للشيخ صالح. اه لا هذا اللي قرقك، انا بحكي لك يا للشيخ صالح. عن جد؟ لك ايه واذا بدك بذكره والله. لكن انا ليش بتحمس سالتك؟ لانه الك منايح. بتعرف لك سعيد انك انت اجدى؟ وين اجدى ببقى؟ لكن واحد بيحكي هذا الحكي بعد ما يحكي بالموضوع مو قبل الموضوع. لك تضرب شو أجدب؟ تضرب انت ولا بده يحكي معك هيك موضوع خالص؟ طول بالك طول بالك، لك انا مو أجدب، انا كم شد جدبك بس حل لي اياها. حل لك اياها؟ شفت شلون انك انت أجدب؟ مزبوط؟ مزبوط. وشفت انه انا مالي سعيد؟ مزبوط؟ مزبوط. ايه مزبوط. حمدي. ايوه معلم. روجي بدون الاغراضي قلت لك عليهم. الله يخلينا سعيد افندي. اهلا وسهلا يا خانو. السلام عليكم. وعليكم السلام. بلاقي عندك مرهم الشمعتين؟ ايه طبعا انا عندي كل شيء. طيب لو سمحت بدي علبه صغيره. ايه تكرم عينك، بس عدم المؤاخذه يعني انت ليش بدك يا هذا المرهم؟ مو هذا اللي بشيله فيه البسمار مع الخنصر الرجل، مو صح؟ ايه صح مبلا مزبوط، بس انا سالتك يعني خفت يكون اللي طالبه مخربط فيه يعني. طيب لو سمحت بدي علبه صغيره. ايه تكرم عينك. اهلا وسهلا فيك. تفضل. قديش اخي؟ حضرتك مو المعلمه اللي بتدرس بنات عزمي بيك؟ بلا انا. نحن ما بناخذ من جيراننا. لا اذا ما حتاخذ حقه انا ما فيني اخذه. اذا دري عزمي بيك انه اخذت منك مصاري بده يزعل مني وانا ما بيهون علي يزعله. ما رح يدرى. معلش اختي هالمره خذيه والمره الجايه بناخذ منك مصاري. في الشفا. يسلم ايديك. اهلا وسهلا. يسلموا ايديك اخي. مع السلامه. مع السلامه. أنا هاري يا بلا وحدي بنبقي أتري وحسري سيدي. ولا ليش هالرقوة صاير والحركات بلا طعمة؟ أنا حركة. بعدين شو كنت عم تعلق هنيك ولا صرفته لحمدي؟ صرف عنا شوية شغل. تشتغل فيك الحكمة يا رب. لك أنت شو دخلها؟ مرتك؟ أختك؟ أمك؟ حركاتك حافظها، ليش ما أخذت منها مصاري؟ لك قلت لها معقول اخذ من مرت اخي سعيد؟ الله ياخذك بجاه النبي. لك انا عم بحكي جد انا. لك ايه وانا عم بحكي بدك الجد؟ اسمعني بس بدون ما تعصب. قلت لها اعطيني العنوان مشان ابعث لك المرهم تبع صبيان رجلين. عرفت شلون؟ قلت لحالي بجيب لك يا للعنوان. قامت قالت لي ليش بدك العنوان؟ قلت لها والله في عريس ميت ميت على ما ياخذ العنوان. قامت قالت لي مين هذا العريس؟ قمت قلت لها سعيد افندي. قالت لي ما فشار ما فشار هي كل القصه. لك يا دب ما عرفت قدامها تندهلي يا سعيد افندي يا سعيد بيك. شفنا هذا المرهم بينفع لبسامير الرجل ولا ما بينفع؟ اسلوب فهم الدب بالطب. اطبق وحده سهل امرها. لك يا غشيم قلت لها نحن ما بناخذ من جيراننا مشان تعرف انه نحن جيرانه لعزمي بيك ونحن اكابر مشان اذا سالوا عنك ينوبك من الحظ جانب. مع اني انا كذبت يعني انت مالك هيك، انت واحد زباله خاطرك. تري عليك. الحكي بسرك
البيت هبيان ومهتري وبده شغل، وبيكون حظك من سابع سما إذا لقينا مين ياخده. بس لا يكلك فكري، أنا لا أعمل كل جهدي للاقي لك زبون. إن شاء الله. يعني أنتي مضطرة على مصرياته؟ إيه لكان، لو ما كنا مضطرين ما فكرنا نبيع البيت. أنتي شو لازمك؟ بركي بنلاقي حل بين ما الله يفرجها عليكي، والفرج قدامك موجود بس العتب على النظر. يا أخي ما عندي ولا حل تاني بنوب، الحل إني بيع البيت وبس. لك الدنيا بدها زكا وليونة، والشاطر هو اللي بيدبر أموره. لك افهمي علي بقى. مشكلتي إني أنا عقلاتي على قدهم. يا سيدي إذا انباع انباع، ما انباع بيكون هيك الله بده. بدي أنصحك نصيحة، فكري بالكلام منيح اللي بدي أقلك عليه، لأنه لمصلحتك. مو كل يوم البني آدم بيلاقي واحد يوقف معه ويحمله، وانتي مبين عليك حملك تقيل، والحملة تقيل بده كتف ماكن، وهي كتف ماكن قدامي. الله موجود وهو أدرى بعباده، وإذا الواحد حط عينه بعين ربه بيلاقي له مخرج إذا كان ماشي على الدغري والسليم. بس إذا الواحد بيمشي بالعتمة بده ضوي يا ضوي. ضو رب العالمين أقوى، وإذا بني آدم نكره بيعمي عمي. بدها صبر لسه راسها يابي والله، واللي اسمه الله ما لي حالي لعنك. أخي أنا ساكنة ببيت حماتي، بيت النشوات عرفته؟ ما عرفت غيره. عال معناها زكاة صحتك وعافيتك، عجلي بقصة الوراق شوي وشوف لي قدي صرت دافع. مشان الدفع والمصاري لا تهكلي هم. لا لا الله يخليك، أنا بحب صفي أموري أول بأول وريح راسي. الله يرضى عليك. لك مثل ما بدي، أنا بس بدي رضاكي، ومن قلبي أنت ترضي علي. الله يرضي قلبك علي، قولي آمين. خاطرك. مع السلامة. يا الله يا الله. يا مو ليش بدنا نبيع البيت؟ يا مو بدنا نبيع البيت لأنه بحقه بدنا نجيب مشغل خياطة. يا مو بس أنا بحب بيتنا. وأمك بتحبه بس المشغل أحسن، مزبوط يا مو؟ مزبوط تقبرني. والله أنا كمان بحب هالبيت كتير، يعني مو هاين علي يبيعه بس غصب عني. يا مو لكان لا تبيعي. اخرج بحبك من دمي.